لك يلا اسحبها اسحبها بسرعة اسحبها اتركني يلا امشي امشي اتركني يا عم اتركني ليه سحبتني ليه هلا بتعرفي يا بنتي هدي شوي يلا انت بعد يلا تمام رح امشي يلا سكر ليش دخلتني على سيارة يا عمو ليش بدي اروح بيتي عمو اتركوني طولي بالك يا عمو طولي بالك الله رح فاهمك كل شيء رح تفهمي كل شيء لحالك طولي بالك شوي شفتي شو عم بيقول لي سكتي هلا بتعرفي كل شيء يلا تعالي قدام يلا انزلي يلا انزلي عمو ما بدي اروح معكم ما بدي اسمع حسك خلاص سكتي يلا طلعي بالسيارة طلعي هلا تفهمي طلعي العمى شو هالبنت هاي؟ العمى شو هالبنت هاي يا احمد؟ ما تركوني خلوني لها بيتي، ليش دخلتوني على السيارة؟ يا عمو حادثنا ايه؟ خلص عم لك لأني دخلناك على السيارة مشانك يا عمو شبك؟ ليش دخلتوني؟ احكي يلا لو يخرب بيتها هالبنت شو بدنا؟ هلا رح يفهمك، فهمها أحمد. يا بنتي، أنت كنتي رح تنخطفي، بتعرفي هذا الشيء ولا لا؟ رح انخطف؟ شلون يعني يا عمو؟ شلون؟ لك مثل ما بقول لك كنتي رح تنخطفي نحن كنا بالسياره قاعدين شفت زلمه واقف هنيك شو عم يعمل عم يحكي تليفون يطلع عليكي وعم بيقول التليفون بايدك بقوله لك لا يا زلمه ايدنا هلا في بنت قدامي خليني اطلع لبرا اخطفها احمد شو لك شوف هذا شو عم يعمل انك موضوع سهل ما بده مساعده بس شو عم يعمل هذا شو عم يحكي يلا طلع انا بدي اطلع هلا لورا انت بتسوسي انا بسحب هذا البنت ماشي يلا قول يا رب سريع يلا تحرك يلا نزول بسرعه نزول يلا.